الله الرحمن الرحيم. الناس هذوما اللي وقفوا معانا وشيما توا ان شاء الله. يحيى عبير، يحيى قيس، هي خارج حريات، حريات يا خضار، يا قوادك، يا قوادك الشعب، يا قوادك الشعب، حريات، حريات يا قضاء تعليمات، 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 حريات، حريات كما خرجت مع السجن للسجن وعندها صراحة وأكثر وتشكر ونشكر ياسر لهيئة المحامين اللي معناتها 15 وهما ربي معاهم قداش خدموا وقداش شكروا. نشكر السياسيين اللي ما طاحوش بالدعوات بتاع العنف بتاع النظام برشا مرات، ونشكر الناس اللي معانا، نشكر حتى السياسيين اللي سكتوا وما ساهموش، ونشكر بعض الامنيين اللي ما دزوش العنف، والحمد لله شيء ما دخلت تسقاها وعندها ودانها كل خير فيه. اما ولكن الاهانه بتاع السجن والظروف بتاع السجن قاسيه جدا حسب ما قال، وبارك الله فيكم جميعا وسلام. شادي شادي في صراحة المعتقلين، شادي شادي في صراحة المعتقلين. عائلة المعتقلين، الشارع الديمقراطي وجبهة الخلاص الوطني وعائلة المعتقلين حققوا هذا الأسبوع نصرا جديدا بالإفراج عن الأستاذ نزل عكرمي وعن المناضلة الناشطة السياسية والحقوقية والمدنية وإحدى قيادات جبهة الخلاص الوطني المناضلة الأستاذة شيماء عيسى. وهذا الأسبوع أيضا وفي فجر أحد أيام الأسبوع المنقضي غادر السجن الرئيس السابق والرئيس الشرعي الاتحاد الوطني للفلاحين الدكتور عبد المجيد الزهر. وهذا أيضا شيماء عيسى خارج السجن، شنو أول كلام قالته بعد ما خرجت بما أنك والدها طبعا؟ والله الكلام اللي قالته هو اللي تذاع في الميديا الكل. كنت في انتظارها أنت بطبيعة الحال؟ بطبيعة الحال كنت في انتظارها وأهلها والدنيا الكل وحباها والصحفيين اللي وقفوا معانا يرحم والديهم والمحامين والدنيا. واحد كما لازهر العكرمي خرج من السجن، جاء للسجن، خرج من سجنه، جاء شيماء في سجن منه. ويعني معناتها يعني المحنه اللي جاتنا بعد 25 هذايا ودي عملت اشياء اللي ما كناش نتصورها. عمل سياسيين عظماء ما طاحوش للعنف، غيروا اللغه وعملوا فهمتني ولا ما لا يريدون، أكل كراهية كل شيء، وصلوا ردوها محبة. الناس هذو ما عمرهم ما تقابلوا ودائما ضد بعضهم، ولا كيف واحد يتجرح يمشيوا الناس كل ولو ما يقصدش بعضهم ما يمشيوا، والساكت فيهم بارك الله فيه. هذه طبيعة التونسي بطبيعة الحال. هذه طبيعة تونسي ولا مش طبيعة تونسي حاجة أخرى، ولكن هذا الجهد نتاع السياسيين، هذه الحنكة نتاع السياسيين، هذه الثورة بعد ما تكون ثورة تولي معناتها يعني التمشي السلمي، التمشي العقلاني، التمشي اللي فيه فن السياسة واللي فيه كل شيء. هذا شعشناه المحامين، أكل محامين، أكل محامين، أكل اللي خمسة شهر يخدموا ليل ونهار، ووقت اللي يتكلم يقول لك أنا راني ما عملت شيء. الله يرحم والديك ووالديهم. شنو انطباعاتها؟ كيفاش كانت التجربة نتاعها في السجن؟ شيء ما خرجت أكيد أنت والدها وحكيت لك كواليس أخرى يعني. خرجت كانت تكذب علينا في السجن، قلنا راني لاباس وراو الشمبري بالقدا وراو عندنا الهواء وعندنا درشون. هما الحقيقة الربانية عندهم عدة مشاكل، ولكن كانت دائما تطرح مشاكلها مع المسؤولين نتاع السجن، وكانت معناتها يعني كلمتها تعبر عليه. وقت اللي قالت كلمة خرجت من السجن، قالت أهلنا اللي في السجن، أهلنا اللي في السجن، إنسان، إنسانية، راهو ما يليقش. وقالت اللي قالته، أنا مانيش حافظه الحقيقة الربانية. وحدة وطنية ضد العشمة الشعبوية، وحدة وطنية ضد العشمة الشعبوية، وحدة وطنية ضد العشمة الشعبوية.
كل يوم من تحقيق الأهداف. نحن نقترب كل يوم من الهدف الأكبر وهو مصلحة البلاد العليا. هل يعني ذلك بأن المخاطر زالت والتحديات زالت والطريق ممهدة وسالكة؟ أبدا. نحن نعلم أن هناك التحديات وهناك مخاطر وهناك التحدي وهناك التهديدات، هناك خطاب يقسم، هناك خطاب يشيطن، هناك خطاب يخون، وهناك خطاب يحرف الحقائق ويزيف الحقائق، وهناك خطاب يغالط الشعب ولا يصارح الشعب، بل انه ينقل هواجسه وينسبها الى الغير. هل أننا اجتمعنا من اجل ان تكونوا كلكم رؤساء؟ ابدا. هذا ليس لاجل هذا اجتمعنا. هل أننا اجتمعنا من اجل المواقع والمناصب واقتسام المغانم؟ ابدا، ليس لهذا اجتمعنا. اجتمعنا من اجل وطن، واجتمعنا من اجل حريه، واجتمعنا من اجل كرامه، واجتمعنا من اجل عداله، واجتمعنا من اجل السياده، واجتمعنا من اجل استقلاليه، واجتمعنا من اجل حقوق الانسان، واجتمعنا من اجل حق التونسي في العيش الكريم، من اجل تونس مهابه وتونس مشرقه وتونس لها دورها ولها مستقبلها. دستور حرية كلام وطنية. 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 دستور حرية. والحكمة تقول، الحكمة تقول لكل حادث حديث، لكل حادث حديث. كما يقول احد القادة الكبار تاع الثورات العالمية بعض المساء، يقول هير سي تريتو دمان سي تروتان، عندما تحين اللحظة. ونقول لكل حادث حديث، جبهة الخلاص الوطني ستكون جاهزة ومستعدة لكل الاستحقاقات الوطنية مهما كانت هذه الاستحقاقات، طالما انها ملتزمة بثوابتها وتعمل في اطار مبادئها. لا تبيع لا تشري ولا عندها لا ما تقسم ولا ما توزع ولا ما تقبل. في اطار مبادئها وثوابتها الجبهة جاهزة، والجبهة مؤهلة، والجبهة لها الاقتدار لتكون في الموعد في استحقاق وطني يخدم مصالح الشعب. والسلام عليكم. يسقط 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 يسقط.